أجمل أحلامي في صحوي ومنامي، أدعوك يا ربي حقق لي أحلامي. أريد أن أصير قويا كبيرا، ماذا تتمنى لو كنت كبيرة؟ أرجو أن أصير طبيبا بحارا، رساما طيارا، طبيبا بحارا، رساما طيارا. أبيع أزهارا أو أعمل نجارا، أعمل إطفائيا ليلا ونهارا، أو أعمل طباخا أو أصنع فخارا، أعمل كل المهن من أجلك يا وطني، من أجلك يا وطني. عزا وفخارا. صباح الخير يا خالد. خالد خالد، استيقظ يا بني حتى لا تتأخر على موعد المدرسة. صباح الخير يا أمي. ها ترى ما الذي يجمع بين كل هذه الأشياء؟ إنها مصنوعة من نفس المادة. جيد يا ماجد، ولكن ما هي هذه المادة يا ترى؟ الطين. صحيح يا خالي، طين. نعم، الطين هو المادة التي يصنعون منها الفخار، وصناعة الفخار من أوائل الصناعات التي عرفها الإنسان منذ آلاف السنين يا عبد الله. ولكن هل يصلح الفخار لأن يطهى به الطعام؟ لو تعلم يا خالد كم يكون صحياً أن نطهو في آنية من الفخار، فهو يقاوم البكتيريا الضارة وينضج الطعام في نصف المدة، ويحافظ على فوائد الخضروات ولا يفرز أي مواد ضارة، والفخار يعيد للماء كل الطاقة الحيوية مما يجعله صالحاً للشرب والطهي 100%. وأظنكم تتساءلون ما السبب الذي يجعل للفخار كل هذه المميزات. تعالوا نفكر ونكتشف خلال رحلتنا اليوم. ترون من هنا منطقة بعيدة عن السيارات ولا تصلها المياه الجارية، عبارة عن تراب أحمر مشبع جيداً بماء المطر، وبعد أن يجف يتحول مع مرور الزمن إلى كتل طينية صغيرة. تراب وماء مطر. ويضاف للطين مواد أخرى مثل الرمل والصخور لتجعله أكثر صلابة، ثم يجفف الفخار في الهواء والشمس. وقديماً كانوا يبنون البيوت وحتى القلاع من الطوب المصنوع من الطين. هل تعلم الآن يا خالد ما الذي يجعل الفخار مادة صحية للطهي والشرب؟ لأنه تراب وماء. وهل تعلمون أن الماء يشكل 70% من جسم الإنسان، أي ثلثي
وزننا تقريبا؟ ما هذه الأفران؟ إنها أفران حرارية مصنوعة من الحجر الناري، وتتحمل درجات حرارة عالية جداً لتساعد في تشكيل القطع الفخارية. إنه يحرك يده ويحرك قدمه في نفس الوقت. إنه عمل يحتاج إلى صبر ودقة وتأني. وهذه الطاولة المستديرة تسمى العجلة الدولاب، يديرها الصانع برجله اليمنى بينما يحرك يده في نفس الوقت. والآن يمكننا أن نتجول قليلاً في الورشة بحرص ونرى كيف يعمل صانع الفخار. أريد أن أتعلم صناعة الفخار، هل أستطيع أن أتعلم هذه الحرفة؟ ليس صعباً أن تتعلم أصول وقواعد الحرفة، ولكن هذا لا يكفي لجعلك تصنع قطعة فخارية جميلة. وكيف يمكنني أن أصنع قطعة فخارية جميلة؟ الخيال. ولكنك تصنع بيدك وليس بخيالك. أشكلها في خيالي أولاً وأركز إحساسي كله هنا في كف يدي. انظر. وكيف تركز إحساسك في كف يدك؟ بالخيال.